وتنضم إلينا من هذه المسيرة أصالة أزريقي. أصالة، ما التفاصيل لديك؟ ونرى الآن في الصورة خلفك أنك وصلت إلى القدس ومركز المدينة، إن لم أكن مخطئا. نعم، إذن بداية بشار أود أن أشير بأن هذه المسيرة قد ابتدأت بمسيرة داعمة لترامب، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مسيرته الانتخابية، والتي قد دعت إليها جمعية الجمهوريين عبر العالم خاصة في إسرائيل. لكن نرى هنا في المحطة الأخيرة لهذه المسيرة بأن المسيرة قد تحولت لمسيرة داعمة أيضا لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب معا، إذ نرى بأن القلائل من الأعلام الأمريكية التي كانت قد ابتدأت المسيرة بها قد انخرطت بالعديد أو الكثير من الأعلام الإسرائيلية هنا في هذا المكان. طبعا من كما ذكرت، فإن هذه المسيرة هي يقودها من المؤيدين أو من اليمين الليكود، من الليكود اليميني في إسرائيل، وأعلام الليكود تظهر بشكل كبير في هذه المسيرة. طبعا يأتي هذا الدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما يشير إليه المتظاهرون هنا بأنه يعوم فائدة على إسرائيل، إذ قد أشاروا بأن دونالد ترامب قد وفى بوعوده عدة مرات، إن كان بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس وما إلى ذلك. نشير بأن أيضا التصريحات التي قد أوردتنا من السفير الأمريكي لدى إسرائيل يشير بها بأنه في حال فوز دونالد ترامب في الانتخابات فإن ذلك سيغير الشرق الأوسط للمئة عام. طيب أصالة، هذه المجموعة التي تتحدثين عنها كانت قد نشرت، أصالة، هذه مباشرة من نتنياهو تدعم ترامب، إنما نرى بأن التابعين لحزبه أو لليمين الإسرائيلي فهم مؤيدون لدونالد ترامب هنا. أصالة، لا أعلم إن كنت تسمعينني، هل تسمعينني أصالة؟ إذن يبدو أن أصالة لا تسمعنا حتى هذه اللحظة. أصالة أزريقي مراسلة اي 24 نيوز، كنت معنا من القدس، شكرا جزيلا لك.